جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة الأخبار والنوعات. أخبارنا لليوم إن شاء الله تعجبكم، طبعا اخترناها من مختلف أنحاء العالم. نبدأها بكاليفورنيا تحديدا، المسابقة العالمية لبطولة الصفير. إيش الموضوع يا جماعة؟ طبعا جمع مهرجان ماسترز أوف ويسلينج الموسيقي الدولي لصافرين من جميع أنحاء العالم يتنافسون لتتوج ببطولة العالم. وطبعا المتسابقة اليابانية أكيكو شيباتا قدمت مجموعة متنوعة من الصفير، وأيضا أسرت الجمهور ولجنة التحكيم لتحرز بذلك اللقب. خلونا نشوف المقطع ونشوف أدائها ونرجع لكم. صراحة شيء يقهر يا جماعة، ما كنت أعرف أن الصفير بالنهاية لي منافسات دولية وجوائز وألقاب أيضا. تخيلوا أن أنا ما أعرف أصفر أبدا، يعني أتوقع من صغري وأنا صغيرة كنت أحاول أتعلم، كان نفسي أصفر، كانت أمنية موجودة عندي اللي فعلا أتمنى أني أصفر، ولكن بالنهاية باءت جميع محاولاتي بالفشل لأني لين اليوم ما أعرف أصفر صراحة، ما أعرف أعتبرها ميزة ولا عيب بالنهاية. عموما نعيش ونشوف. ولا أيضا خبر آخر، ومعلم يغطي رؤوس التلاميذ بالصناديق، تخيلوا معايا، لمنعهم من الغش. زي ما احنا شايفين في هذه الصورة، أثار مدرس بالمكسيك جدلا بعد انتشار صور لطلاب يؤدون امتحاناتهم ويرتدون صناديق من الورق فوق رؤوسهم لمنعهم من الغش. طبعا الآباء غاضبون، قالوا أن الصناديق مهينة، مطالبين بفصل المعلم. وردت إدارة المدرسة بأنها تحترم حقوق الإنسان وقالت أيضا أن سلوك المدرس مع طلابه وافق عليه الطلبة قبل إجراءه. يا جماعة يعني أتوقع أن ما في أحد فكر بهذا الموضوع من قبل أبدا أبدا. يعني أنا برأيي الشخصي أتوقع أن هذا المدرس كان يغش وهو صغير، ففكر بحيلة كيف أنه تلاميذه ما يغشوا، فما لقي أفضل من وضع الصناديق عشان عيوننا يمين ويسار، فكيف أنا أمنعهم؟ فحط الصناديق كحاجز عشان ما يقدر يغشوا أبدا في الاختبارات. أتمنى أنها ما تطبق أبدا في أي مكان. إلى اليابان، وإيش مسوية اليابان؟ دخلت موسوعة جينيس، تخيلوا معايا بإيش، بروبوت ياباني في موسوعة جينيس. وطورت شركة يابانية روبوتا عملاقا مستوحى من أفلام الرسوم المتحركة ليحطم رقم قياسي، ويدخل أيضا موسوعة جينيس كأطول روبوت في العالم. روبوت يبلغ طوله 8.5 متر وأيضا عرضه 4 أمتار، واستغرق تصميمه 6 سنوات. يعني روبوتات اللي كنا فعلا نشوفها في أفلام الكرتون جراندايزر حقيقي صار في الحقيقة. والله شيء جميل خصوصا لمحبي هذه الأفلام وأفلام جراندايزر والرسوم المتحركة، بس ما أعرف بعدين بإيش راح يستخدموه، ممكن نشوفه بفيلم ياباني أما قريب. إلى أيضا دراسة